خليني أخبرك يا صديقي كيف ربحت 1000% من حسابي التداول. شباب، هذا حسابي أنا دائما بحب أشارككم فيه أرباحي وصفقاتي. ربح كبير حقانا من شهر لحد الآن. طبعا توصياتنا فوركس وكريبتو أيضا. إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، أنا قناتي مهتمة بالأخبار والعملات الرقمية. صديقي لا تنسى تترك لي تعليق بأسفل الفيديو لتكون أحد الرابحين معي بفيديو يوم غد. والله شباب خلونا ننتقل للمحتوى. الحساب يا صديقي بدأت فيه بمبلغ بسيط جدا، وهي نموذج عن صفقاتنا الناجحة 60 و100 و200 و200. أيضا صديقي نحن استراتيجيتنا جبارة بالمضاربة. صديقي إذا حابب تحصل على توصيات مجانية، ما عليك صديقي إلا تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو وتعمل حساب بوكالتنا بمنصة أكسنس وتكلمني لأضيفك بشكل مجاني لمجموعتنا الخاصة بالفوركس. طبعا صديقي انا شخصيا بستخدم منصة اكسنس. الحساب اسلامي تماما بدون اي فوائد بدون رسوم تبييت. الاستراتيجية يا صديقي سر ربحنا هي ادارتك لمحفظتك بشكل صحيح. مهما انا اعطيتك توصيات ناجحة، اذا ادارتك لمحفظتك فاشلة راح تخسر كل رأس مالك. ما لازم تدخل برافعات عالية، وما لازم تخسر 50% من رأس مالك إذا وصلت العملة للستوبلوز. صديقي أنا بدأت التداول بهذا الحساب وحطيت استراتيجية 1% أو 2% بكل صفقة. بعد أسبوعين رفعت مستوى المخاطرة، لكن بدأت أخاطر من الأرباح فقط لكي أحافظ على رأس المال. القصة يا صديقي هي إدارتك الصح سر نجاحك. صديقي إذا كنت حابب تاخذ الاستراتيجية الصح لإدارة رأس مالك أيضا نجاحك باختيار الصفقات، ما عليك صديقي لتنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. صديقي صفقاتنا مجانية بالكامل. وإذا كنت وصلت معي لنهاية الفيديو واستفدت من هذا المحتوى، بتمنى منك صديقي تدعمني باللايك والكومنت والاشتراك لحتى يصلك كل جديد.